مساء الخير واهلا بحضراتكم مع حلقه جديده من والله اعلم. اليوم ان شاء الله سنتحدث مع فضيله الدكتور حول شهر الله المحرم، فيه الكثير من الايام الطيبه. بعد ايام قليله ان شاء الله، بعد 6 أيام تقريبا، سيكون موعدنا مع يوم عاشوراء، واليوم سنتحدث مع فضيلته حول فضائل صيام يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، وقبله طبعا يوم التاسع. سنتعرف على الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وكذلك العهد الذي كان قطعه على نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوم عاشوراء التاسع والعاشر من المحرم في العام التالي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي عليه التاسع والعاشر من المحرم من العام التالي، لكننا اقتدينا بسنته الشريفة ونصوم هذين اليومين. نتحدث عن حكمة الدعوة النبوية والسنة النبوية الشريفة في صيام هذا اليوم وقبله يوم التاسع، وهناك الكثير من الأمور والمعلومات التي سنستوضحها من فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بفضلتك مولانا. بداية، يوم عاشوراء لماذا سمي بعاشوراء؟ هل لأنه من العاشر من المحرم؟ ولماذا سن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلينا صيام هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة من هجرته الشريفة مع أبي بكر إلى قباء في يوم الاثنين الثامن من ربيع الآخر، في تمام وكأنه يوم مولده الشريف من ربيع الأول، في يوم مولده الشريف عنده 54 سنة. فلما دخل المدينة، وليس في هذا اليوم بل هو دخل المدينة واستقر، ثم جاء محرم من السنة التي نسميها بالسنة الثانية الهجرية. فلما جاء في السنة الثانية الهجرية التي فرض في رمضان منها صيامه، صيام رمضان، ولم يكن مفروضا على المسلمين أي صيام في هذا الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما دخل المدينة في يوم العاشر من محرم وجد يهود يصومون، لأن هذا اليوم هو الموافق لعشرة تشري من التقويم اليهودي، صادف في هذا العام وهو العام الثاني من الهجرة النبوية الشريفة، أن النبي في اليوم العاشر من محرم كان يوافق عشرة تشري. هذا العاشر من تشري، تشري هذا يبدو أنه أول السنة، السنة اليهودية، اليهودية العبرية، ويبدأ بتشري ثم بقية الشهور، ومحرم أول السنة الهجرية بعد ذلك، يعني سبحان الله. لكن في هذا الوقت توافق عشرة تشري مع عشرة محرم، فدخل فوجدهم يصومون، فقال ما هذا؟ يعني تصيمين ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وفي هذه المدة اللي هي المرحلة الأولى له في المدينة يتألف قلوب أهل الكتاب ويريد ويرجو منهم، من الله سبحانه وتعالى، أن يسلموا، أن يؤمنوا، فكان يحب موافقتهم، كان يحب موافقتهم، ده في المرحلة الأولى. نعم، كان يحب موافقتهم لكي يؤلف قلوب اليهود حتى يبين لهم تلك الحقيقة، ما كنت بدعا من الرسل. نعم، حتى يبين لهم أن رتل الرسل واحد، حتى يبين لهم أنه ما جئت مبتدعا وإنما جئت متبعا لطريق الله سبحانه وتعالى، حتى يبين لهم كلام ورقة بن نوفل القديم له، والله إن هذا والذي نزل على موسى لقد خرج من مشكات واحد، حتى يبين لهم هذا المعنى
أنني ما جئت حتى أصارع مفاهيم العليا لأهل الكتاب من وحدانية الله، من وجود يوم آخر، من وجود غيب فيه ملائكة وفيه جنة وفيه النار، وجود حساب وعقاب، وجود تكليف في الحياة الدنيا. ولذلك أهل الكتاب يحتلون عند المسلمين شيئا آخر غير الذي يحتله المشركون مثلا، ولا أهل الوثن أو كذا إلى آخر، واخد بالك إزاي؟ فكان يحب موافقتهم. هو قدامه مين في المدينة؟ يا أتباعه اللي آمنوا به، يا شوية مشركين، يا اليهود. لا، اليهود أقرب، لأن المشرك اللي بيعبد وثن ده أبعد، أنا لسه عايز أخرجه من وثنيته إلى التوحيد، إلى التوحيد. واليهودي موحد جاهز على طول، ما هو بيقول لا إله إلا الله، ومؤمن بالنبوات، ومؤمن بالكتب، ومؤمن بالتكليف، ومؤمن باليوم الآخر، ومؤمن بالحساب، ومؤمن 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 بكل حاجة زي كده. يبقى قريب، يا دوبك يؤمن بسيدنا النبي يدخل الإسلام. فكان يحب موافقته. فلما دخل في العاشر من تشري، واخد بالك، وجدهم يصومون، ووجدهم يقولون إن هذا يوم نجى الله فيه موسى. ما زال اليهود يصومون العاشر من تشري إلى اليوم، حتى الآن، حتى الآن، ويسمونه مرة بعيد كيبور، ومرة يسمونه بعيد الغفران. وهدف صيام هذا، وهو احتفال عندهم، هذا يوم نجى الله فيه موسى، فهو احتفال، وإلى الآن يحتفلون به. ولما تدخل أي حد يدخل على النت يطلب بس 10 تشري، واخد بالك، وساعات تشرية، يعني 10 تشري ده هتلاقي عيد كيبور أو عيد الغفران أو الصيام الكبير، اللي هو أنه بيصوم اليوم ده فعلا، وبيصوموا زي المسلمين، يعني يمتنعون عن الطعام والشراب وكذا إلى آخره. فالعاشر من تشري ده النبي عليه السلام أدركها إمتى؟ أدركها في محرم سنة، يعني لسه ما مضاش عليه سنة، سنة 2 من الهجرة. هو دخل في ربيع، مظبوط، وربيع ده هو الشهر التالت، يبقى اخصم 3 من 12، يبقى بعد 9 شهور. خد باله وهو داخل المدينة من سفر، مش من الهجرة، لأنه بعض الناس لما تقرأ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هم يفتكروها أنه دخل من الهجرة، لا، ده دخل من سفر كان هو عليه في هذا الوقت. بنحتفل برأس السنة الهجرية في محرم، فبالتالي هذا أيضا في 9 والعاشر من محرم، فالناس بتربط هنا دخول الاحتفال بالهجرة في المحرم وما بين صوم عاشوراء في المحرم، ليكن. ولكن هو في بعض الأسئلة الناس تسألها كتير، يقول لك الله إذا كان ده كان عيد عند اليهود وما بطلوه ليه؟ لما بطلوهش، دول بيحتفلوا بيه إلى الآن، بس اسمه 10 تشري، مش اسمه محرم ولا اسمه عاشوراء، ما بطلوهش، ده لسه بيصوموه لغاية دلوقتي، وهو عيد كيبور. ادخل واقرأ شوف هم بيعملوا ايه، وأعيادهم كتيرة شوية، لكن ده من الأعياد اللي هم محافظين عليها لغاية دلوقتي. فالنبي عليه السلام لما عمل كده، بعض الناس برضو يظن أنه راح مخالفهم على طول وقال لأصومن 9 والعاشر، يبقى هو عرف في السنة 10. لا، ما حصلش كده. أنا سمعت واحد من أولادنا، ربنا يعني يخفف العبط اللي عنده شوية، بيقول كده، لا ده عبيط بقى، ده هو دخل عرف الكلام ده في السنة الأولى، ولذلك فرضه عليهم. لما فرضوا عليهم راح حصل حاجة غريبة جدا بقى، أو مش غريبة، حصلت حاجة، حادثة. إيه هي؟ إنه هو جه رمضان ففرضوا عليهم، على المسلمين، كتب عليكم الصيام إلى آخره بقى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففرض عليهم رمضان، فلم يعد عاشوراء الذي صاموه مرة واحدة اللي هو في المحرم فرضا، هو كان حاجة إيه، فرض. ليه؟ لأنه هو يوم واحد في السنة. لما جه بقى
رمضان أصبح سنة، أصبح أنك تصوم ويبقى سنة، تحول من الفرضية إلى الـ 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 النافلة أو إلى السنة. طب مولانا ليه كان فرض من الفروض دي من عند الله سبحانه وتعالى، أما ما عند الرسول فهو سنة؟ لما هو الله هو اللي فرضه. بالنسبة لعاشوراء؟ لازم عليكم يا مسلمين تصوموا، واللي بيبلغ عن ربنا النبي. بمعنى أن صيام عاشوراء كان فرضا إلهيا. كان فرضا إلهيا ولكن لمدة سنة واحدة. محرم واحد، لمدة عاشوراء واحد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده قضية تانية، ده لأنه هو المبلغ. صحيح. لما جه محرم سنة ثلاثة لقينا روحنا بنصوم رمضان فرضا، صح، فجعله نافلة علشان ما نقللش من معانينا. احنا ليه صمناه فرحا بموسى؟ طب ما تخلينا فرحانين على طول بموسى، بس على سبيل السنة مش الفرض. يبقى إذن فجه بقى النبي عليه السلام صاموا كم مرة بالشكل ده؟ صاموا 9 مرات. طب مولانا أنا آسف بقى في المقاطعة. لا ما فيش مقاطعة ولا حاجة، بس المهم واخد بالك. أهو تاني سنة صام 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، 8 سنين و10، 9 سنين. وقال بقى في السنة التاسعة دي إيه؟ قال لئن بقيته، ابتدى يخالف اليهود بقى. خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا اليهود. ابتدى يقول خالفوا ليه؟ لما أذوه، لما حربوه، لما خانوه، ما فيش فايدة فيهم. خلاص انقطع الأمل الظاهر في إسلام هؤلاء الناس وفي كذا، فبدأ يخالفه ويعلن مخالفته. فخلي بالك ان في مرحلتين في المدينة، مرحلة موافقة كانت واضحة جدا وموجود في السيرة وموجود حتى الكلام ده منصوص عليه، ومرحلة مخالفة. لما جه في المخالفة بقى شوف الأدب وشوف بيعلمنا نعمل ايه. طب انا عايز اخالف. قال ما تخالفش بالنقصان، ما انا خالف ما صومش عاشور، خليهم هم يصوموا. قال لي لا، خالف بالزيادة، زود عليه 9 و10، لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. اتفضل بقى قاطع. طيب طيب في الحديث، في حديث عبد الله بن عباس، أيوه تمام، حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، أيوه، قالوا يا رسول الله، أيوه، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 9 والعاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنا في بداية الحديث يعني هنا كان الصحابة لا يعلموا، كان هنا بداية الفرض. فين اللي لا يعلموا دي؟ أهو حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. وأمر بصيامه في آخر سنة. في آخر سنة؟ بيقولوا له يا رسول الله ها نصوم برضو واحنا بنخالفهم كده؟ قال لهم صوموا. يعني الحديث ده كان بعد 9 سنين؟ مش طبعا، ابن عباس كان موجود. ما ابن عباس ده لما النبي مات كان عنده 9 سنين. عبد الله بن عباس يعني ابن عباس ده في مدخل النبي الى المدينة ما كانش موجود. فعبد الله بن عباس سمع الديالوج ده، سمع الحوار ده. طب هو عنده كم سنة؟ 9. يبقى الكلام ده حصل امتى؟ في آخر سنة. في آخر سنة. وده لا ينهي ولا ينفي اللي احنا قلنا ده كله، انه على السلام دخل وفي السنة الثانية دخل من سفرية وكان بيصوم 10، وكان بيصوم عاشوراء 10 بس، وبعدين لغاية آخر سنة قالوا له برضو هنفضل مستمرين في الاحتفال بعاشوراء بتاع اليهود اللي احنا مخصمينهم. أيوة. انه يوم تعظمه اليهود. بمعنى ان هنا ان احنا على خلاف مع اليهود، مع اليهود بقى خلاص ما نسيب هديه. ما تيجي نسيبه يا رسول الله. قال له ليه تسيب ايه؟ ده انت تضيف ليه 9 و10. ان شاء الله صمنا اليوم 9. اهو كده. فبعدها لم يأتي نحن اولى بموسى منهم. هو موسى ده بتاعهم، ده موسى ده بتاعنا احنا. هو احنا هنخصم موسى؟ هنخصم فرحتنا لموسى؟ مش هينفع. أمال نعمل إيه؟ خليك في الزيادة تملي مع الله، خليك في الزيادة تملي مع العبادة، خليك في الزيادة تملي. طب والكلام ده بتاع ابن عباس حصل إمتى؟ حصل في آخر سنة
لما ابن عباس شاب شوية كده وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واخد بالك، وسماه حبر الأمة. فيبقى إذن ده الكلام ده حصل في آخر، لكن ده النبي من أول ما دخل وهو عارف الحدوتة دي وهو قاعد، واخد بالك من من كده. ما فيش اختلاف يا مولانا، ما فيش لا اختلاف ولا حاجه، ده هي يعني. عيال ما هياش فاهمه حاجه. ما احنا قلنا، بقول لك انهم عيال، يقول لك بتشتم ليه؟ طب وانا لما اقول لهم عيالي يبقى بشتم؟ ده انا بوصفه، دول اطفال كتاكيت لسه. ولذلك في الانجليزي يسموا الاطفال ايه؟ كيدز يعني غنى ماتش، بتلعب كده بديولها. لأن الحديث في اليوم التاسع، ما جاش في اليوم العاشر. لو كان اليوم العاشر كنا قلنا ده في السنة الثانية، إنما جه في اليوم التاسع. في التاسع لأن هو قال السنة الجاية إن شاء الله نصوم تسعاء وعشرة. هم يسموها الأصوليون يقول لك ده في سنة فعلية وفي سنة قولية. السنة الفعلية صيام العاشر، السنة القولية التاسع والعاشر، لأنه قال أنا هصوم التاسع. السنة الفعلية ركعتين قبل الظهر، السنة القولية الضحى. يقول لك بعض كده الناس العلماء لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، قال لنا أنه هيتبني لكم قصر في الجنة وأنك تصلي الضحى وأنه كذا وكذا، لكن هو صلى الضحى لم يثبت. واخد بالك، لغاية ما أنه مرة صلى عند أم هانئ في مكة ركعتين في الضحى، فقالوا ها بس لقيناها صلى ركعتين في الضحى عند أم هان، فردوا عليهم وقالوا لهم آبت، دول ركعتي الفتح. لما تيجي تفتح بلد وتنتصر قمت صلي ركعتين، هم دول كانوا ركعتي الفتح مش ركعتي الضحى. مش الضحى يعني، في سنة قولية وسنة فعلية. سنة قولية، شوف الضحى دي سنة وليها ثواب كبير قوي. صحيح. وحاجة حلوة قوي خالص وسنة، ولكن النبي عليه السلام ما عملهاش، واخد بالك. وفي حاجات كانت فرض عليه هي سنة علينا، زي قيام الليل وزي عاشوراء، كانت فرض عليه لازم يصومها علشان الزيادة دي، معنى الزيادة. لكن احنا لا، مش فرض عليه، سنة نصومها. عاشوراء جاي فين؟ امتى جاي؟ يوم الجمعه الجاي. كل سنه وانتم طيبين بألف خير. وقال من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنه. ولازم نجيب حاجه كده توسعه يعني، ها الموسم كده اهو، بطه وزه شويه عاشوره. كانوا في حلاوه بتاع كده، بس ما اعرفش البنات يمكن ما يعرفوش يعملوها الايام دي. ها بتتعامل، نجيب حاجه طبق ان شاء الله يمسك. فيبقى اهو كده فرحه، بنفرح بمين؟ بنجاة موسى من خصمه وعدوه، وان الله هو الناصر وهو المقدر كل هذا. فإذا ما فيش أي إشكال في عاشوره وكلها زي البتاع. وبعدين هو في الحقيقة اليهود بيصوموه لغاية النهاردة، وإحنا مش بنصوموه لأن اليهود بيصوموه ولا أنت عارف. النهاردة السنة دي 23 سبتمبر، فين 23 سبتمبر ده؟ فات أديره قد إيه؟ أديره قريب من شهر تمام. تقريب 23 سبتمبر ده فات، هو الأسبوع. كان عيد كيبور أو 10 تشرين. شوف فرقت ازاي بقى؟ لأنه ديك هالتقويم وده تقويم تاني. صحيح. التقويم اليهود 30 زي التقويم القبطي عندنا. تمام. اللي هو التقويم المرتبط بإيه؟ بالزراعة. فيخلي 30 يوم على طول، ويخلي فيه نسيء في آخر السنة. نعم. طيب مولانا، فكرة ربط هذا اليوم والاحتفال به كان فريضة يوم العاشر، ثم أصبح بعد ذلك سنة قولية التاسع والعاشر للاحتفال بنجاة موسى عليه السلام من فرعون. إلى هذه الدرجة الإسلام يقدس ويحتفي بعقائد وشرائع الأمم التي سبقتنا، وهل بالتالي نحن مأمورون بأن نحتفل ونحتفي ونبجل ونقدس أيضا الأعياد الأخرى التي يحتفل بها المسيحيون وحتى اليهود المرتبطة سواء بسيدنا عيسى عليه السلام أو بسيدنا موسى عليه السلام؟
الإجابة في المجمل بدون تفصيل نعم نعم نعم، لكن في تفاصيل. من ضمن هذه التفاصيل أن من شريعتنا بتؤسس لنا كيف نفكر وكيف نسير. نعم. فمما هو مؤسس أننا نحتفل بالمولد النبوي الشريف وببداية السنة الهجرية وبالإسراء والمعراج بناء على هذا الحديث اللي هو حديث الاحتفال بعاشوراء. ولذلك احنا فقط لا نفرح بفرحهم وبما نصر الله سبحانه وتعالى به، ولذلك احنا نحتفل أيضا بمولد السيد المسيح الذي جاء نورا للبشرية كلها. ده سيدنا عيسى ده بتاعنا يا اخوانا. بمعنى يعني بتاعنا، يعني علشان اكون واضح، يعني لو اني كفرت بعيسى ما كنش مسلم. معناته كده يعني سيدنا عيسى والسيدة مريم الصديقة دي وامه صديقة كان كلان الطعام. احنا يعني وعندنا كمان الانبياء، غير عند برضو أديان تانية بتعتبر الأنبياء ممكن يقعوا في الخطيئة أو لا، ده احنا عندنا الأنبياء معصومة. ونقول سيدنا، سيدنا أيوب وسيدنا سليمان وسيدنا داود وسيد، فما بالك بقى بسيدنا عيسى اللي هو من أولي العزم من الرسل إلى آخر. نعم، بارك الله فيكم. وعلى طيب أستاذن فضلتك وأستاذن حضراتكم، هنخرج إلى فاصل بس بذكركم بسؤالنا على الفيسبوك: كيف نحقق معاني الهجرة النبوية مع بداية العام الهجري الجديد؟ هننتظر إن شاء الله إجاباتكم على الصفحة، وكمان منتظرين أسئلتكم بالاتصال على الأرقام الموجودة على الشاشة، أو كمان إن شاء الله أسئلتكم على الاس ام اس بعد الفاصل إن شاء الله. ابقوا معنا. يوم عاشوراء مناسبة دينية جميلة جدا، والحقيقة أنا بزور والدتي وبزور القرايب القريبين مني في السكن. حاول إن احنا نعيد على بعض، لو ما قدرناش نعمل اجتماع مع الأسرة بنتصل ببعض وبنحاول إن احنا نسمع قرآن، ساعات مدائح دينية، وطبعا الحاجات الحلوات اللي بتعمل في عاشوراء دي مش منسيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يوم تسوع وعاشوراء عشان نخالف اليهود، يعني هم برضو اليهود كانوا بيصوموا يوم عاشوراء، فاحنا بس بنخالفهم اللي احنا نصوم يا اما 9 و10 يا اما 10 و11. بنصوم تسوع وعاشوراء وبنروح يعني المسجد الحسين يعني هناك ونعمل بعض المأكولات او بتاع نوزعها كده ايه بحب الله. اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فلما سأل الرسول عليه السلام اليهود عن صيامه في يوم عاشوراء قالوا إن لهذا اليوم نجى الله فيه سيدنا موسى من الغرق، فقال نحن أولى من اليهود في صيامه. اهلا بحضراتكم مره تانية، وطبعا بنذكر ان شاء الله هنتواصل معاكم بعد لحظات قليله. كل الاسئله اللي عند حضراتكم على الاس ام اس او على ارقام التليفونات الظاهره اسفل الشاشه ان شاء الله، ومولانا ان شاء الله هيتلقى الاسئله وهيجاوب على حضراتكم. مولانا ارحب بحضرتك مره اخرى، وكان احد المتحدثين الكرام بيقول ان ممكن كمان يوم 10 و11، يعني هو ينفع 11 ولا لازم 9؟ قياسا على المخالفة يبقى ممكن 10 و11، بس النبي قال التاسع. لكن النبي نطق بالتاسع في حديث ابن عباس التاسع. وقياسا على ذلك ايضا، وما دام فيه مخالفة وعلى معنى اللي احنا ادركناه وهو الزيادة في الخير وليس تقليل الخير، لا تكن مثل فلانا كان يقوم الليل وتركه. احنا تملي عايزين ايه؟ زيادة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فيجوز التاسع والعاشر والحداشر مثلا. لكن النبي لما قال على إيه السنة الجاية نعمل التاسع والعاشر مدام فيه رغبة بقى لهذا. وده نص كلام ابن حجر العسقلاني. ابن حجر يقول إن اليهود
لا يعتبرون في صومهم إلا بالأهلة، يعني هي سنتهم قمرية. لكن عندهم إيه بقى؟ عندهم 12 شهر، شهر 30 وشهر 29 على طول، شهر 30 شهر 29 شهر 30 وشهر مش يستنوا القمر ولا يشوفوا القمر زي المسلمين ما بيعملوا، لا 30 29 يبقى معايا 180 يوم، 6 شهور و الا 6 ايام يبقى 174 يوم، يبقى 354. دي السنه اليهوديه العدريه، السنه اليهوديه. فبيجي 354 دي، احنا كل 8 سنين، كل 8 سنين بتعمل مجموعه لوحدها، فئه لوحدها كده، فئه لوحدها كل 8 سنين. فبينقص ايام، لانه السنه القمريه ساعات 353 وساعات 354 وساعات 355. بتيجي سنه واحده فقط في الثمانيه 53، وبتيجي 3 سنين 54، وبتيجي وبتيجي 4 سنين 55. واخد بال سيادتك؟ فلما تيجي تحسب الحدوته دي يفضل لك شهر كل 19 سنه يتزحزح. فيجي هم ضايفين كل 19 سنه يضيفوا ايه؟ يضيفوا الشهر علشان يوازن ان الشهور دي تفضل. فهم تملي يحسبوا بالطريقه، وعيد الفصح مثلا يحسبوه بالقمر والشمس اللي هو بموجبه احنا بنحسب كمان هنا عندنا شم نسيم. فهو على طول لما يلتقي القمر بعدها الاثنين اللي بعدها يبقى هو ده شم النسيم عند المصريين، وهكذا. فالمهم ان احنا عندنا 12 شهر. اول الشهور دي من ناحية المدنية لما تدخل على الكالندري بتاع اسرائيل ولا كده تلاقي تشري، تشري ده نمر واحد في ايه؟ الشهر الاول في التقويم اليهودي، اليهودي المدني. ما هو في مدني وفي ديني عندهم، لكن هو الشهر السابع بالنسبة للديني اللي عنده. فالشهور دي برضو اسمها يعني، ما احنا كان زمان في مطبعة في الفجالة، ما اعرفش اذا كانت مفتوحة ولا لا، وكانت تعمل النتيجة فيها السنة الميلادية والسنة الهجرية والسنة القبطية اللي هم مفضلين لغاية دلوقتي في النتائج، والسنة العبرية. والسنة العبرية الكلام ده احنا ادركناه قبل 67 لما حصل 67 زعلنا ورحنا شايلين الايه العبري. السنة العبرية. فبقى الناس حتى مش عارفة اسماء الشهور بتاعت الحدوتة دي. فاول كان شهر مدني يسموه تشري، ومرحشون كيسلو. كيسلو ده كان هو نمرة 3 مدني، كله ده مدني. طبت، شباط، أدار، أدار بالدال، أدار اللي هو بتاع الشوام يقول لك أدار على مارس، مظبوط. نيسان اللي احنا بنقول عليه أبريل، أيار برضو مايو. هو إيه مايو عندنا احنا أيار. سيوان، تموز، آب، أيلول، أدي أدي الشهور بتاعته. كنا نحن نقرأ الكلام ده فين بقى؟ نقرأ في الأجندات القديمة، أجندة كان زمان. ده مش إعلان ولا حاجة، مش هيقولوا لك في المحطة ده إعلان. كان زمان اسمها مطبعة مصر، واخد بالك؟ وكان اللي يعمل التقويم دي واحد الله يرحمه كان من العلماء اسمه محمد فياض، له كتاب برضو اسمه التقاويم، وكان ده بيشتغل في المساحة. السيد محمد فياض كان من علماء الفن ده. هو كله ده اتغير بعد 67 لان احنا زهقنا منهم ومن من من بلاويهم ومن النازيه بتاعتهم اللي هم بيعملوها في اخواننا الفلسطينيين. فالمهم انه لماذا تتحول هذه الايام؟ لانها اصلها بتتحسب بطريقه شويه مختلفه، فما بتجيش مظبوطه قوي انه كل محرم. لكن احنا بقى عندنا ان احنا
ماشيين بما يرضي الله. ال 353 يوم اللي بتيجي مره كل 8 سنين هي 353 يوم، 354 يوم هم 354 يوم. مظبوط. 55 اللي هي 55. لما تضرب الحاجات دي ان دي مره ودي ثلاثه ودي اربعه هتلاقيهم عدد معين من الايام هم دول اللي مكررين تملي كل 8 سنين. لا. القمر ملوش منحنى. يعني ايه ملوش منحنى؟ يعني لازم نشوف. ما ينفعش الحساب هيطلع غلط برضه، تاخد بالك؟ الحساب بيساعد، الحساب بيوجه، الحساب بيقول لي فين النزول بتاعه علشان ابص له اذا كنت القطه قبل ما يتعمل ولا لا. شغلانه كبيره ليها دعوه بالفلك وليها دعوه بالجيوديسيا وليها دعوه بالحاجات دي. طيب مولانا، في شق اخر بقى الذي يخصنا الان، نتحدث عن فضل صيام هذين اليومين التاسع والعاشر. ما الثواب او الاجر الذي يعود على المسلم او المسلمه التي تصوم التاسع والعاشر من المحرم؟ النبي عليه السلام قال يكفر السنه التي قبله. يعني عندنا عرفه بيكفر سنه قبل وسنه بعد. عاشوراء بيكفر السنه التي قبلها. فده ثواب عظيم جدا. يعني ده انت واخد بالك من الكلام؟ ما هو ده عيد الغفران عند اليهود. اما هم بيؤمنوا اليوم ده لازم ده هو اللي بيكفر الذنوب، هنغفر بيه السنه اللي فاتت. مظبوط صح. فالنبي عليه السلام قال له واحنا هنصوم عيد غفر ليه؟ علشان موسى بتاعنا احنا وربنا واحد، هو وربنا واحد. لا، اصل اللي يقعد يتامل ويقرا صح مش يقرا بالغباوه هيلاقي حكايه حب في حب. اللي هيقول لك بقى الله ده اليهود هم اللي دخلوا الحديث ده، ده يبقى مش فاهم حاجه بقى، ويبقى ايه هيعيش مع نفسه. والكلام ده بيؤثر عليه هو نفس الاخينا ده اللي ما اعرفش اذا كانوا بيسموه ليبرالي ولا ما اعرفش ايه، هو ده هو بيأثر على نفسه، بيرد على نفسه من حيث لا يدري، لانه عمليه سطحيه للغايه. لا، النبي عليه السلام بيعلمنا ازاي نقرا ونتعامل، وان احنا بنصوم فجاري اليهودي بيغيظني ويقول لي على فكره النهارده انا صمت وربنا غفر لي، الدين بتاعي بيقول لي كده، وما فتش في الدين بتاعي اقول له طب وايه رايك برضه ان ربنا غفر لنا كمان؟ ده النبي بيقول يغفر ها السنة السابقة. يبقى بنتنافس في الخير، بنتنافس في عبادة الله، بنتنافس مع الخلق كلهم. وافعلوا الخير لعلكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلها هي عبارة عن منافسة شريفة بينا في اتجاه عبادة الله سبحانه وتعالى. أدخل ألاقي اليهودي بيصوم وأنا مش صايم، يبقى ده ايه حافز ليا ان انا كذا، كاننا بنتنافس، واخد بالك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا بعمل كده مع المسلم برضو، اشوفه بيصلي ركعتين اقول طب ما انا اقوم اصلي ركعتين برضو. وابن الجوزي في تلبيس ابليس قال لما يجي لك الخاطر ده انك شفت واحد في المسجد ويصلي ركعتين، فجيت وبعدين قلت لا وانا هرأي الناس، ده ابليس اللي بيقول لك كده قوم صلي ركعتين ها واعمل تنافس مع صاحبك. يعني ما هياش حسد او ما هياش غبطه، هي غبطه مش حسد. انت كده انت بتتنافس في الخير، وحلو التنافس في الخير ده. وحلو الفعل. اوعى الشيطان يصدك عن الفعل. اوعى واحد يقول لك ما تديش صدقه لاحسن الناس يشوفوك يبقى ده رياء. ادي ظاهرا وباطنا، سرا وعلانيه. يبقى انا اعمل الخير، وعملي للخير ده ما يتوقفوش حاجة. نعم. ولو جالي في قلبي يا سيدي بعد كده حاجة من هو داريا ولا كذا، قال أوجدتم ذلك في قلوبكم فذلك محض الإيمان. نعم. يبقى أنا هنافس اليهود وهنافس النصارى على فعل الخير وعلى عبادة الله. وأنه يعني لما دخلوا ولقوا أنه ما بيستعملوش سواك، فقال لهم الله طب هو ايه الفرق؟ ايه اللي انتوا عملتوه يعني؟ ده السواك ده مرضاه للرب، مطهره للفم. اعملوا السواك، اعملوا حاجه زياده عليهم، اذا كانوا هم من ناحيه الاعدادات زيكم
يبقى انتوا تتفضلوا بالقلوب الضارعه لله رب العالمين، بان قلبك يلتجئ الى الله ويتعلق بالله ويرجو من الله وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الحكايه. فهو النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا في كل همسه ولمسه المنافسه في الخير. نعم. طب ده مولانا بالنسبه ليوم 10، ده اليوم يوم الغفران اللي كان بيقدسه اليهود، وبالتالي احنا بنصوم زيهم يوم 10. طب وبيكفر السنه اللي قبله. طب يوم 9 وهو ده مش يوم غفران يعني؟ ليس الاتباع. ما هو في حاجه اسمها الاتباع؟ مش انا وانا كنت صايمه ليه يوم 9 ده؟ علشان سيدنا النبي قال. بس ادي الحكايه. بس هل يكفر ايضا سنه؟ مش يكفر. ده يمكن يكفر السنه اللي بعد كده، انا ماليش تدخل، انا بعمله لله سبحانه وتعالى عباده خالصه. وعبادة صوم يوم خالص لله متبعا بيسبب الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا متأكد أنه من صام التاسع هو في حب الله. تقولي جايبها منين؟ من الآية. لأنك أنت بتصوم التاسع ده ليه؟ طب العاشر عرفنا لأن الله نجى الله فيه موسى. طب والتاسع؟ اتباعا وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنخرج من كده الى ان الاجابه هي صوم اليوم التاسع يدخلك في دائره محبه الله. تمام. يا ربنا بيحبك. اللي يوفق في صيام التاسع مع العاشر يبقى دخل في المحبه. طيب معلش انا اسف، السؤال واحد تربست معاه، هو اقول هو هيصوم 10 بس، هو 10 ده مفيش مانع، بس مش كده وافق اليهود وعصى النبي؟ لا ولا عصى ولا حاجه، ده النبي عليه السلام لم يفعل. ما احنا قلنا السنه القوليه. ايوه مظبوط. السنه القوليه، لكن الفعليه كانت 10. لكن الفعليه كانت 10. وبعدين هو كمان دي ولا دي؟ طب انا اقول لك حاجه، انا لا هصوم لا 9 ولا 10، ما يجراش حاجه من غير عذر. اما بعذر فايه؟ فانا لي ثواب ما كنت افعله وانا صحيح. كنت بصوم عاشوره، جيت النهارده مش قادر اصوم عاشوره لاسباب طبيه صحيه، يبقى هيتحسب لي. نعم هيتحسب لي. لكن لا، ده انا قادر وكل حاجه، ولا هصوم تسعة ولا عاشوره وخلاص، فاته خير. هو في عرض بيقول له ايه رايك فيه؟ غفران للسنه اللي فاتت. مين يشتري؟ اللي هيصوم يبقى اشترى، اللي ما يصومش هو حر، ما اشتراش. يمكن اعماله كتير، يمكن ما عملش ذنوب، يمكن ما هوش هيتغفر له، الله اعلم، انا مالي يعني كل الحاجات دي. لا. انا مش تدخل. نعم. طيب هقول لك جزئيه بقى اخيره، يعني فكره ان لما بيبقى في مواسم بترتبط بيها بعض الماكولات، بيطلع بعض الناس وتقول دي بدعه، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل دوت. عاشوراء ايه اللي انتوا بتعملوا بيها؟ بليله ولا ما اعرفش قمح ولا الكلام ده؟ فبيحاولوا يشككوا الناس، وبالتالي الناس بتخاف فبتقول لا ده دي بدعه. عايزين نرد عليهم؟ يا ريت. نقول لهم انت مالك يا غلس يا غيتت، انت مالك يا غلس؟ ايه انت مالك يعني؟ يعني دلوقتي احنا عملنا الاسفلت، وعملنا الساعات في ايدينا، وعملنا ترزية، وعملنا تليفونات، وعملنا ايباد، وعملنا كذا الى اخره، وقاعدين انت مالك؟ هو كل الحاجات دي من مأكولات ومشروبات ومخبوزات ومعملنا بدعة ايه؟ البدعة لا تكون في الاشياء. لا، البدعة تكون في هدم أصل من أصول الدين. واحد بيقول لي أنا عايز أخلي الصلوات 4 بس وألغي الظهر علشان ده وقت عمل. واحد بيقول لي يا جماعة خلوا الصيام في شهر الأجازة بتاع كل واحد فينا، فكل واحد يصوم الشهر بتاعه. واحد بيقول لي نخلي الحج شوال القعدة الحجة علشان ما نعملش زحمة. واحد هذا بيهدم أصل من أصول الدين. بيهدم حكم ثابت، أو دي بدعة. لكن مسكت عصايا أبانوس ولا مسكت عصايا جميز يبقى ده بدعة؟ بدعة إيه؟ ده شخص مغفل، ما عندوش، ده عبيط. العبط شاع في المجتمع بتاعنا وشاع في الزمن بتاعنا. ما تقولوليش بقى ان انا بشتم ولا بقى، انا بوصف. ده صفة بس. ده عبط مشلتت، عبط ما ينفعش.
إنه هو يعتبر أن كل ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، كل شيء يعني من عالم الأشياء، من عالم الحيوان، من عالم المعلومات، من عالم البدعة، لا، دي البدعة هي التي تكر على الشريعة بالبطلان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، مش من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد، لا، ما قالش كده، ده قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. شيء غريب، واحد عايز يتوضى باللبن، ليه يا أخينا؟ قال لي اللبن أغلى من المية، وأنا هنا في مصر البنزين أغلى من المية، يبقى توضى بالبنزين، ربنا يحرقك البعيد ده، يعني هو ده كلام ده؟ ما هو ينفعش. فطيب، لكن لا اللبن ينفع ولا البنزين ينفع ولا أي حاجة غالية، عصير جوافة ولا بتاع ينفع؟ هي دي البدعة بقى، هذه البدعة اللي هي مش من الدين، لأنها تكر على الدين بالبطلان. أما واحد بيعمل عشورة ولا حلاوة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا هيعمل لي كحك وبتاع، ده ثقافة. ثقافة، لما اجي انا اعمل الكحك ده واوديه للجماعه الامريكان، يعني يمكن ما يحبوهوش، يحبوا الترط، يحبوا الثقافه بتاعتهم، يحتفلوا بمولد النبي عندهم، الديك الرومي اللي بيحتفلوا بيه في ثانكس جافينج، يعني الشكر، بفرخه رومي، باي حاجه، واخد بالك؟ يعني عايز اقول لك دي ثقافه، والاسلام اكبر من الثقافات. صحيح. احنا عندنا من ساعه الفاطميين علمونا الحتتين دول، ان احنا نفرح ازاي. العيال بقت تفرح بالفانوس، بقت تفرح بالشمع، بقت تفرح بحلو يا حلو اغاني وبتاع، ما يفرح. القصد هو الفرح. هل ده هو اللي يفرح الواد الانجليزي؟ هل ده هو اللي يفرح الواد الصيني المسلم؟ لا، يمكن هو ليه هناك ثقافته التانية. صحيح. الاسلام اكبر من كده، والدين اكبر من كده. بارك الله فيكم مولانا. أهلا، بارك الله وسهلا. طيب، ان شاء الله بعد الفاصل هنتلقى اسئله حضراتكم، كل الاسئله اللي عايزين تسالوا فيها مولانا ان شاء الله على التليفون وعلى الاس ام اس وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم. نبدا مع اتصالاتكم الهاتفيه. الاستاذه اماني، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سنه وحال طيبين. حضرتك بخير يا فندم. انا والده عمرو صديق البرنامج. عمرو، اهلا وسهلا. هو فين؟ مش باين. هو عمرو الحمد لله كويس يعني. طيب، حضرتك بيسالني اسئله كده، عايز اسال الدكتور علي. هو بيقول لي يعني ايه ماما معنى الزنا؟ طيب، سمعها في خطبه. أيوة. وبعدين بقول لي يا ماما يعني ايه لو الواحد مسلم مش مسلم اتجوز واحده مسلمه، ايه الفرق؟ ما هو هيطلع للاب، ودين برضو المسيحي او اليهودي ده دين من عند ربنا. ثالث سؤال. يعني هو بيسال، ما هو المسلم ممكن يتجوز غير مسلمه؟ ما لا، المسلمه ممكن تتجوز غير مسلم. يعني ليه المسلمه ما بتتجوزش مش مسلم؟ صح، غير مسلم. تمام. السؤال الثالث. ثالث سؤال، هو بيقول لي ماما واحد صاحبي جاب لي ميه زمزم وانا شربتها ودعيت ان انا اشوف الدكتور علي جمعه، ولا دلوقتي انا ما شفتهوش. يبقى الاستاذ عمرو كل الناس اللي في التلفزيون بيشوف الدكتور علي، وانا لغايه دلوقتي ما شفتهوش، مش عارف اعمل ايه. مولانا بقى مع حضرتك. يعني يجي يصلي معانا الجمعه. طيب، فين حضرتك؟ طيب حضرتك ارجعي. طب استاذ صبحي هيقول لحضرتك. ماشي، يلا استاذ صبحي هيقول لحضرتك فين. اي تعليق يا مولانا الاول على مامة عمرو؟ هو على الزنا. سؤالين. هو عمرو مش فاهم عن ايه الزنا. الولد بيسال عن الزنا، نقول له الزنا دي معصيه. ان الرجل الاجنبي يعني يختلي او يقعد لوحده مع الست الاجنبي، نشرح له في السن المبكر ده. بس هو قد كده اللي احنا بنقوله ده. وهذا الكلام بهذا القدر يعني كان شائعا عند العرب، يعني ما كانش فيه نهر ولا كان فيه منع من هذا الكلام، وهم صغيرين يعني 10 سنين يكفي نقول له انه دي تبقى علاقه
مش مظبوطة بين الرجل وبين المرأة. نعم. القضية الثانية المسلمة بتتجوز غير مسلم. هو أصله ده ممنوع في دينهم. يعني في دين المسيحية ممنوع إن المسيحي يتجوز غير مسيحية، ممنوع عندهم. مش ممنوع عندنا احنا بس، ده ممنوع أيضا عندهم. فمعنى ان مسيحي جاي يتجوز مسلمة انه غير متدين، ده مش متبع دينه هو. فدي شبهات يعني برضو يا اخوانا اذا كان الكنيسة مش هترضى انها هذا المسيحي يتزوج مسلم، الكنيسة هي اللي مش هترضى. طب ما انا هقول لحضرتك، طب ما برضو ما المسيحية او اليهودية بتتجوز مسلم، ما هنقول برضو عليها ان هي مش متدينة والكنيسة برضو مش راضية؟ ده صحيح، او اليهود مش راضيين. هو ده اللي حصل في القانون المصري بالظبط. انا قدامي دلوقتي مسلم ومسيحي ويهودي، هذه الصورة جايزة عند بعضهم اللي هم الجماعة المسلمين. فأجازها القانون. الصورة التانية اللي فيها المسيحي أو اليهودي بيتجوز مسلمة ليست جائزة عند الجميع، فلم يجزها القانون. يا جماعة تعالوا بس بالهدوء كده. هو أنا لما هروح لأخويا القسيس وهنقول له إيه رأيك في الزيجة دي، يقول لي لا دي زيجة ما تمشيش، ما تنفعش. ولذلك المسلمة ما تتجوزش مسلم، لأن هذا الزواج مرفوض عند الجميع، عند المسلمين وعند المسيحيين وعند اليهود وهكذا. لكن المسلم يتزوج مسيحية أجازها الإسلام، ولم يجزها المسيحية ولا اليهودية. ولذلك الست اللي هتتجوز كده ما بتتجوزش في الكنيسة أيضا. مظبوط، واخد بال سيادتك ازاي؟ انما بتتجوز من عندها هي. نعم. طيب ماء زمزم شربه ودعا. ايوه هيتنفذ خلاص ان شاء الله باذن الله. الجمعه طيب. اللي جايه لو يناسب حضرتك ان شاء الله. الاستاذه نجوى اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ سؤال. اتفضلي يا فندم. انا متجوزه وعندي بنت صغيره ومش بشتغل وما عنديش دخل ولا عندي فلوس في البنك ولا حاجه. فجوزي حط لي مبلغ في البنك شهادات عشان لو لا قدر الله بعد شر يعني حصل له حاجه اعرف اتصرف لحد ما اعلام الوراثه يطلع والحاجات دي. انا سني صغير وهو سنه صغير برضو. ايوه. فالفلوس اللي في البنك دي بتطلع عائد كل 3 شهور يعني. أيوه. في عائد سنوي بس بيتقسم على 3 شهور. صحيح يا فندم. تمام. هل انا عليا زكاة مال على الفلوس دي؟ ولو بدفع 10% على العائد السنوي ولا 3% على المبلغ ككل؟ الشهادات دي اكتر من 25000 جنيه. تمام. مثلا تمام اكتر 50. طيب وهو كذلك. حاضر. طب شكرا. سؤال كمان معلش. طب ارجوك بسرعه وقتنا خلص. كنت عاوزه اسال حضرتك سؤال يعني هو ممكن يكون حضرتك هتحتاج تقوله في حلقه كامله بس انا كنت عاوزه اسال. انا كنت تعبانه قعدت تعبانه كذا شهر. في ناس قعدوا يقولوا لي بقى ناس كبار انت ممكن يكون معمول لك عمل طب نشوف شيخ يقرا لك قران والحاجات دي. انا بصلي وبقرا قران وبشغل قران في البيت وكل الحاجات دي. طيب واخر سؤال عايزه اعرف الشروط الصحيحه للتطهر من الجنابه. حاضر يا فندم. حاضر اشكرك يا فندم. طيب مولانا اولا هي تدفع تطلع 10% من الربح كل 3 شهور. دي الفتوى اللي انا بفتي بيها وطبعا بعض الإخوة بيفتي بحاجات تانية لكن أنا دي فتوى مدروسة أن دي من المال المستثمر والمال المستثمر بيعامل معاملة الأرض. يعني كل 3 شهور العائد اللي هتاخده طلع 10% منه. تمام. أو تطلع في آخر السنة في آخر على السنة. ما قبضته. جميل. شروط التطهر من الجنابة إن الواحد الجنب رجل أو امرأة يقف تحت الدش بس وخلاص بس كده. مية نزل عليه لو انه غطس نفسه في البحر زالت الجناب. نعم. لو رمى روحه في حمام سباحة زالت الجناب. نعم. وخلاص. نعم. حاجة وصول الماء الى كل حتة في الجسم. نعم. بارك الله فيكم مولانا. شكرا لك. جزاكم الله خيرا. شكرا موصول لحضراتكم وطبعا بعتذر الحقيقة يعني لكم الاسئلة اللي عندي والاتصالات على الهاتف بعتذر ليكم لكن ان شاء الله نعوضها بكرة بإذن الله. إلى اللقاء.